اليوم أنا بأقدم مدينة بالمملكة المغربية، مدينة عمرها أكثر من 1200 سنة، مدينة إذا دخلتها بترجع بالزمن 1000 سنة لورا وبتحسها من زمن الأندلس. مدينة العلم وطلع منها أشهر الصناعات المغربية، أساسها السلطان إدريس الأول. عطونا اللايك والاشتراك بالقناة ويلا نبلش رحلتنا. مدينة فاس تاريخها كتير كبير، وهي واحدة من أقدم المدن المستمرة بالعالم، وتعتبر عاصمة الثقافة الإسلامية والعلمية بالمغرب. فاس تعتبر أقدم مدينة بالمغرب، من هي المدينة تأسست المملكة المغربية، وفاس كانت أول عاصمة للمغرب. من أشهر أحياء فاس اللي هي المدينة القديمة اللي هلأ أنا فيها، هاخدكم بعض اللقطات منها. بالإضافة بتشتهر بعض الصناعات اليدوية اللي هن طالعوها من فاس، وعلى رأسهم اللي هو الزليج المغربي. الزليج المغربي موجود بكل المغرب بيساووه، بس طلع من فاس. جولتنا بلشت من المدينة القديمة يلي تعتبر متاهة بأزقتها الضيقة، ويلي بعد الأزقة ما بيعرفها إلا سكانها الأصليين. بعد الأزقة بيوصل عرضها لمتر واحد بس، والسبب إنه كان بدهم يكسبوا مساحات أكبر داخل البيوت على حساب الأزقة. مدينة فاس قديمة جدا، وهي أقدم مدينة بالمغرب. المدينة القديمة اللي وراي محاطة بسور عالي و14 بوابة، وهذا الباب اسمه باب بوجلود، هو أشهر البواب المدينة، هو هذا الباب أكثر واحد سياحي فيهم. المدينة بتحتوي على بعض الحرف وبعض المحلات بيع التذكار. مدينة قديمة قديمة جدا، فخلونا نفوت عليها ونشوف شو فيها. بيوت المدينة غالبها تحولت لدار ضيافة وفنادق، اللي غالب السياح بفضلوها عن الفنادق التقليدية لتكون تجربتهم مغربية أصيلة. وأغلب المحلات الموجودة بالمدينة هي محلات بيع المنتوجات التقليدية مثل الجلود والنحاس والقماش اللي اشتهر فيها الصانع الفاسي. وخلال جولتنا بالمدينة كان لابد من زيارة القرويين. وقت بنحكي على أقدم وأفضل جامعة بالعالم أكيد رح يخطر ببالكم أمريكا ولا كندا ولا بريطانيا. الحقيقة لا، الحقيقة أنه هي بمدينة فاس جامعة القرويين. هي الجامعة هي جامعة وجامع أسستها فاطمة الفهرية، تونسية من القرويين، كانت هون كانت تدرس القرآن الكريم من هذه الجامعة، وبعدين تحول لجامعة، ولحد الآن الجامعة شغالة وفيها طلاب وبتدرس. أقدم جامعة بالعالم، تأسست سنة 859. أنتم متخيلين الأرقام اللي قديما قبل أوروبا وقبل كندا وقبل أمريكا كان في جامعات العلم والجامعات طلعوا من عند العرب. فاطمة الفهرية الملقبة بأم البنين، أم البنين ورثت عن والدها أموال كتير، فهاجرت من تونس لفاس وبنت هذا المسجد عن روح والدها، مسجد القرويين. استمر بناؤه 18 عام. بالبداية كان في دروس قرآن كريم وعلوم دينية فقط، وبعد فترة صار يتوسع ليضم علوم الطب والرياضيات والفلك. من أهم الشخصيات اللي درست بهي الجامعة واحد ابن خلدون، ثانيا شخص مغربي كبر ونشأ ودرس هون وطلع على أمريكا، ومن فترة ضج اسمه كتير اللي هو مخترع فاكسين الفايزر، لقاح الفايزر فترة الكورونا. هو بالأساس مغربي ودرس بهي الجامعة، فالعلم والثقافة والإبداع طلع من هون، طلع من عند العرب. وهذا الشيء اللي ألهم تجار مدينة فاس للتبرع وتكبير المسجد لحتى يتحول لجامعة بفروع مختلفة، ولحتى توصل ميزانية الجامعة أكبر من ميزانية المغرب. جامع وجامعة القرويين كانوا سنتر مدينة فاس، لهيك بجنبه كان في أوتيلات، شايفين هذا كان أوتيل ومنه كان في كتير أوتيلات. والأوتيلات بمدينة فاس بهذاك الوقت كانت بتنقسم لثلاث أقسام. القسم الأول واللي هو أغلى واحد اللي هو على هذا الشكل، هاد محلات تجارية تحت، طابق أول سكن، طابق ثاني سكن، هاد الأغلى. الأرخص شوي نفسه تماما نفس الترتيب، بس بدلا المحلات كانوا يحطوا مواشي فكان أرخص. النوع الثالث والأخير اللي كان فقط مواشي بس يحطوا، وقت اللي كانت التجار تجي من برا فاس تجي تحط المواشي وتفوت على المدينة، فتقدموا حضارة وتفكير من قبل 1200 سنة. وكان لازم نزور دار الدبغ، أقدم دار دبغ جرود بالعالم، واسمها دار الشوارة، واللي بتقع وسط مدينة فاس القديمة يلي كانت حاضرة على تاريخ المدينة العريق. أول وأقدم دار دبغ بالعالم، تخيلوا أنه عمره 12 قرن، 1200 عام استخدموا بصنعوا الجلود.
طريقة تقليدية جدا. قديما سرج الفرس الجلدي اللي كان يركبوه بإنجلترا كان يطلع من فاس، ولحد الآن عم يشتغلوا بهي المهنة. شايفين هي كلياتها مثل أحواض ويساووا فيها الجلود لحد الآن. طبعا وقت اللي بتجوا بإمكانكم تجوا لهون، لكن لا تنزلوا لتحت، نصيحة، لأن الريحة كثير قوية. فحوالين الدار كلياتها مثل الدراسات، وبتطلع العالم تفرج عليهم كيف عم يشتغلوا. لحد الآن عم يشتغلوا على طريقة بسيطة، ما لجأوا للماكينات أبدا رغم التطور، لأن هن متمسكين بهي المهنة، ولهلأ عم يطالعوا الجلود من قبل 1200 عام. يعني نفس الطريقة، شوفوا هون كمان هاي طريقة النشر، بعد ما يخلصوا بينشروا الجلد هون. فالمدبغة شغالة، يعني ما مو بس إنه منظر، هي العمال وشغالين يعني عم يشتغلوا. واو يا فاس. انت صانع الجلود؟ انا صانع الجلود، انعجل دا واجه الشمس. قديش بتستغرق معك وقت الشنتاي تقريبا؟ يوم ولا على حسب الشنتاي. يدوي هذا طبعا، كله يدوي والماشين. هذا جلد شو؟ هذا بحال هذا جل الشيفر الميز الماعز. الماعز تمام. هذا لافاش. اوكي. البقر. هذا الغنم بطانة. وشو اغلى شيء؟ اغلى شيء يعني اغلى نوع. أغلى نوع هو ديال الشوفال. ومن صناعة الجلود لصناعة الزليج المغربي، أشهر وأجمل الحرفات المغربية، حرفة بتعتمد على الدقة والرسم الهندسي. انطلقت هي المهنة من فاس، وبالضبط من حي نقبي، بسبب نوع الطين بهي المدينة. موجود هلأ بحي اسمه عين نقبي، أحد ضواحي مدينة فاس. شو بيشتهر هذا الحي؟ بيشتهر بالزليج المغربي. الزليج المغربي طلع من هذا الحي. الزليج بيقولوا الزليج الفاسي، طلع من فاس من حي نقبي. شايفين وراي هي ورشة، ورشة ثانية، كلياتها ورشات تساوي الزليج المغربي. رح نفوت على احد الورشات ونفهم الموضوع من A to Z. اعطوني اللايك ويلا نبلش. مهنة الزليج بتعتمد على شخصين أساسيين. الشخص الأول اسمه النقاش، وهو المسؤول عن تفريغ الأحجار بأشكال هندسية متناسقة تماماً، وبتكون هي الأحجار مخططة لها تماماً كيف رح بتكون بالرسمة. الشخص الثاني واسمه الفراش، وهو المسؤول عن صف الأحجار بأشكال هندسية مختلفة. والفراش صراحة هو العقل المدبر لهي المهنة، مثل هذا الشاب اللي اسمه نبيل. هذه التفراش فيها صعوبة الحسبة، فيها صعوبة ديال الجلسة، فيها صعوبة ديال الخدمة ديالها باش تفينيها باش توقفها، حيت فيها حمل الأثقال، فيها شلة ديال المراحل. فيها المرحلة الأولى ديال كتخدم العقل، المرحلة الثانية بأن كتخدم الجسد، المرحلة الثالثة بأن كتخدم الجسد والعقل. المهنة بتتطلب تركيز عالي جدا، لأنها تعتبر مثل الرسم لكن بالأحجار. والأصعب أنه صف الأحجار بيكون بالعكس. نبيل ما شاء الله مهنته مثل ما قال انه هو فراش. الفراش اللي بعد ما بيقطعون للقطع بيجوا بيعطوه اياه هون، هو اللي بيساوي الشكل الهندسي. بس الفكره يعني هو عم يساوي، شايفين مثل طريقه البزل، بس البزل هو مو شايف شو عم يساوي. يعني البزل قديش احنا بتكون صعبه بالنسبه لنا انه يساوي البزل، خصوصي اذا كانت قطع كبيره. يعني هو ما عم يشوف، هو عم يركب، ما بعرف هو كيف عم يفهم الشكل. بيرسم اول شيء خطوط على الارض قبل ما يحط هذول، وبعدين بحط بصف الالوان. فممنوع الغلط فيه ابدا، غلط واحد بينزع الرسمه كلها. هذه هي هذه اللي مركبه هنا. ومن الزليج للفخار، اشهر واقدم الصناعات المغربيه. هي الصناعه بتعتمد كليا بالرسم بالايد عن طريق الطين لتشكيل الشكل الهندسي المطلوب، ومن بعدها بتوصل لعند هي السيدات ليتفننوا بالرسم على هي المجسمات. الصناعه هذه ورثناها من الاب ديالنا، كان هذا لحقايش كنت انا صغيره وانا كنهوى هذه الصناعه هذه. انا كبرت وتزوجت وانا ولدت وليداتي وانا مازال في الصناعه هذه. هي المهنه مطلوبه بالمغرب جدا، لانه ما في بيت بالمغرب ما بيتطلب الا يكون عندهم هي الطواجين لطبيعه اكلهم. ولهون بتكون انتهت تغطيتنا لمدينه فاس العريقه. صراحه مدن المغرب كلها جميله، وكل مدينه لها قصه وحكايه. وفاس بتشتهر بالصناعات التقليدية. وبهذا الفيديو غطينا أهم 3 حرفات يدوية فاسية. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة ليصلكم إشعار عند رفع الفيديوهات القادمة. وإذا وصلتوا لهالمكان من الفيديو لا تنسوا تكتبوا لي كلمة السر لأقدر أعرف عدد الناس اللي وصلت لهون. وكلمة السر لليوم هي فاس العتيقة. وكواليس هذا العمل والأعمال الأخرى بتلاقوها بحسابي على انستغرام. بتشرف متابعتكم جميعاً.